بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حياة دنتال كوربريت ايه؟ طيب فين اللايف اللي تعمل بتعمل بقى فيه؟ لايف بارتي ولا دي ملهاش علاقة؟ ما انت بتعمل ايه؟ انت الاول احنا بننقي صفحة بنعمل عليها. يعني انا بص تمام هبعت لك دلوقتي اسمه ده، هعمل شير برايفت الاكونت بتاعك عشان تخش تبص عليها. تمام تمام. بعد كده انت من جوه انت بقى عاوز تعمل بقى واتش بارتي، عاوز تعمل اللي انت عاوز تعمله براحتك خالص ولا يهمك. نعم. ثواني كده، ان لما ببعت لك على الماسنجر هتفهم. تمام تمام. انا كده بعتها لسيادتك. تشيك كده، تشيك الماسنجر عندك. ماشي انا كده فتحت. طيب ممتاز. بس ده دي على اللايف بتاعتهم هم بقى، على مش حياة دنتال يعني، صح؟ هي دي صفحة تانية. دي صفحة احنا مكريتينها علشان نتست عليها ونعمل عليها بروفا مع المحاضرين. والله انت معلم، عجبتني. حلو جميل. اي يا دكتور هشام، لا انت مش مديني مكانة يا دكتور هشام. انت متخيل انا صارف يا هشام؟ بس لا يعني بتفكر اوتسايد ذا بوكس صراحة، يعني عاجبني. انت يا باشا احنا صارفين، وفي فريق اصلا بيكون معانا بيلم الاسئله، لانك وانت بتحاضر انت مش بتشوف الاسئله. فهمت. انت اقصد ايه؟ يعني واحنا قاعدين في، يعني بص انت شايف كلمه هاي قدامك ولا مش شايفها؟ انت كاتب هاي فين؟ في حاجه باينه قدامك؟ لا على الفيسبوك بيج؟ لا استنى لما ارجع تاني بقى، يمكن هي ارجع للبيج، ارجع لللايف اللي انا بعته لك. ثانية راح فين؟ انت فين يا مصعد؟ يا باشا انا بعت لك البتاع. لقيت في كلمة هاي اهي. تمام؟ هي بياخد وقت عشان تظهر. فانت بتكتب هنا الاسئلة بقى؟ لا هنا بقى لو حد كتب سؤال، فانا عندي تول يقدر يظهر السؤال ويظهر يخبيه. فكره كويس. فهمتني؟ فكره كويس. حلو جميل، عجبتني. وانت في المحاضره مش هيبقى عندك قدره انك تبص على الاسئله وبتاع، ففي اتنين بيلموا الاسئله. الحاجه الثانيه ان الناس عندنا، مثلا احنا عندنا فريق شغال بيعمل ما لا يقل عن 70 او 80 شير. 70 او 80 شير، كل مكان بيحصل فيه شير بيبقى فيه اسئله. فبيجيبوها لي على الواتساب بقى من ايه، من الباك دور بقى. طب انا ممكن اكتب حاجه نوت ابعتها للجمهور؟ تكتب حاجه فين؟ تكتب مثلا صوت واصل مثلا؟ لا بتقول انت لو قلت كده هم يسمعوك. هم يكتبوا بقى الصوت كويس ولا وحش. هو بيقول هو هنا البرنامج عامل عشان انا بتكلم معاك، ما تخشش انت تحط الجو ده او تعمل حاجه او تواصل، فلازم الهوست يبقى مع واحد بس. فهمت قصدك. ماشي حلو جميل. فده اللي احنا هنعمله. ماشي حلوه اللعبه، عجبتني. تمام. اي خدمه يا طيب شيخ، نفسك فيها تاني يا طيب شيخ؟ احنا قلنا الحد الجاي كمان اسبوع ان شاء الله، صح كده؟ ان شاء الله. بكره ان شاء الله هننزل الجدول عندنا كده كوكبه من الناس، يبقى الجو لطيف معاهم ان شاء الله. ماشي جميل ممتاز. لما هبص انا كل يوم عليك، بتقول لك لو جالك حد اورتو بقول لي حب احضر محاضرات برضه. لا لحد دلوقتي انا مش جايب عشان بس الاحتكار. انا راجل محتكر دلوقتي. احنا عندناش حد اورتو الا هشام يا جماعه، ولا مش عاجبك؟ يا عم خلي الناس تسترزق. ما عندناش حد الا هشام، هو اللي هيقول حد اورتو بس كده. انا اعرفه، هو ده اللي موجود عندنا. الاينر في عصر الكورونا. حلو. عاوزين محاضرة بقى ايه؟ عاوزين محاضرة قوية، كلينيكال بقى، حالات وصور وبنات حلوة وبتاع الكلام ده. لا وخلي بالك انفيزالاين نزلت اب جديد، او مش اب يعني تبع زوم برضو. بتخليك تكومينيكيت مع البيشنت ريموتلي، فيعني يعني الحاجات دي في الفترة اللي جاية هتبقى هوت توبيك يعني. طب ما تكتب كده بوست عشان الناس تبقى عندها، ويا جماعة احضروا يوم الحد الجاي انا مع حياة دنتال وبتاع، ويعني جو كده. دكتور هشام عاوزين تاكل عيش.
ونعمل بس كده وناخد وكاله الاينر هنا اهوت وتبقى الدنيا تمام. ماشي نظبطها ماشي. على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا. مع السلامه.